السلام عليكم، معكم زايد في لعبة Deadly Night. اللعبة هذه شاب من Puppet Combo، وأتوقع الكل يعرف قد إيش الجمب سكيرز حقهم خايسين، لكن بنشوف بنلعب هذه اللعبة ونشوف الوضع. وقبل ما نبدأ لا تنسوا صلاة على النبي، اللهم صل وسلم على محمد، وخلونا نبدأ. يلا شباب، زي ما تشوفون هذه هي اللعبة. أوه حركة عجيبة هذه، هو إنك تقدر تمنع بعض المحتوى الغير مناسب. أتمنى من البقية يتعلمون. فا يس يا حبيبي. أوكي يلا شباب ضمو. يا الله أنا ليش يا أخي ليش نسيت ان دائما في البدايه يحطوا لك جمب سكير؟ ليش؟ الله يعين شاب. ولكن يلا يا شباب احنا في طريق. الو ايوه، اين انت ذاهبة؟ اوكي خبرها وين انا ذاهب. انا العب في شخصيه اسمها كارل، راح ابقى في البيت مع اهلي لوقت ان هذا كم يعني وقت، لكن حاليا ابغى مكان اني يعني ها استرخي فيه بدون اغراض وفي هذه الساعه. اوكي خبرها مالك دخل ولا وش يعني، ولا خبرها ايش صار؟ الاشياء الاعتيادية، الاشياء السخيفة اللي المفروض اقولها. انا وحبيبي انفصلنا. اوكي تقول لي ايش صار؟ كنت في سيارة معاه، بعدين توقفنا عشان نعبي ايش؟ نعبي الدبابة. انا اسف على الترجمة شباب، بس هاللي مكتوب. اوكي. اخذت محفظته عشان اشتري بعض الاشياء ولقيت يعني ها لقيت شيء مو كويس. بعدها اعترف انه وطف، انه كان مع بنت ثانيه يعني شيء كذا. اوكي شباب بعد سوالف سس نوعا ما الصراحه، اتوقع المفروض نوصل الحين. اوكي تقول لي في الصباح راح يجي باص يوصلك. قربنا نوصل الموتيل. طبعا صح شباب نسيت اقول لكم القصه. القصه انك انت في موتيل بس هذا، يعني عادي يقول بالله عليك هذا يا زايد. نعم هذا هو. اوكي الوهله حسبت هذا دم، لكن ما اتوقع انه دم. لكن يلا يا بابيت كومبو انا مستعد للجمب سكيراتكم. اوكي يلا شباب نطلع. اوكي انا هنا، اتمنى ان كل شيء يكون تمام. يا شكرا. يلا شباب هذه روحت، والان انا بقيت بمفردي. طيب اتوقع ان اول شيء لازم اسويه اني ادخل هنا الريسبشن. يب اوكي هذا في له نظام ريزدنت ايفل. اوكي هلو، في حد ولا ما في حد؟ الو مستر شايني، وات السيد لماع؟ اي مستر شايني. اوه سلامات، وين هذا؟ بسم الله وات تف. طيب شكله يا الله شكله عجيب مستر شايني. السيد لماع لانك صلعه. اوكي جود ايفنينج يانج ليدي، وات برينجز يو هير؟ اوكي اقدر اكون يعني ها لبق معه، مو لبق يعني طيب. انا بس هذا يعني عندك اي معرفه عن مثل باص يجي؟ بسم الله ايش في له هذا؟ اي سي وش في له؟ اوكي يقولنا هذا يجي الساعه 8 صباحا. اقدر اخليك تعرفين، اقدر اخليك تعرفين ساعه من قبل؟ ايش ما فهمت. يعني يصحيها اتوقع شيء كذا صح؟ مفروض اقول نعم، بس كيف تدق الباب يعني؟ اوكي راح يكون شيء جيد. نعم اوكي هل انت راح تجي مع حد؟ يا حبيبي هذا شاب اسئلته نوعا ما سس صراحه، وصوته سس. اوكي انا وحيد ولكن اريد غرفه يعني غرفتين هذا. اوكي شاب راح اقول له مالك دخل. ايش دخلك انت؟ انا اهتم. اوكي شباب اوكي شباب هذا الشخص قاعد يقول كلام مره شص، فانا راح اطالبه بغرفه على طول. ايش في امك انت؟ فعليا ايش في امك؟ تقدر تعطيني غرفه يا غبي يا مريض؟ اوكي هذه سهله يا عيال، هذا مره شص يا عيال. شو هذا؟ اوكي الغرفه الثامنه تبين تدفعين في الصباح قبل ما اوكي يعني الحين فري. حبيبي يا شباب صدقوني هذا القاتل، هذا القاتل حق اللعبه انا متاكد، ما مستحيل مش هو. اوكي يلا شباب الحين لازم اروح الغرفه الثامنه. اوكي لا تقول لي ان هذا فوق، اللي عرف انه فوق مش حلو يا شباب. ايوه هذه يا حبيبي. يلا ان شاء الله ما يصير شيء يعني نار مسين، مع انه غالبا بيصير. اوكي والله هذا خوفني يا عمي، بس المهم بس اوكي احنا نتوقع مقفل صح؟ لازم تسوي كذا. طع شكله يا امي، بس عموما تسوي يوز استعمله. يب يا حبيبي هذا من هنا يعني ممكن اتوهق صراحه، ممكن خصوصا انه بيكون في قاتل يعني شيء كذا. اوكي يلا شباب ولعنا هذا. لو حسبتها كاميرا يا امي، بس اوكي طفي التلفزيون. اوكي تقول تبي تاخذ شاور يعني قبل ما ذا. يلا واي نوت، يمكن الجن شاور يطلع دم. يلا شباب ناخذ شاور. اوكي خلصنا والان نقدر ننام باريحيه صح ولا لا؟ يا تهشت بي يا عيال. يلا اوكي ايش السالفه؟ ايه وات السالفه؟ ايه وات ذا فيه لازم اطلع. ايش السالفه؟ وات المكان كله حريقه. يو سلامات ايش اسوي انجن يا حبيبي؟ هم ولا صار هذا يمكن حلم. اوكي شاب كل شيء حار يا بنت، كيف تبين تطلعين اذا كل شيء حار كذا؟ اوكي في صوت زجاج. اوكي في وات اكزت اطلع من هذا. ايوه الحين هذا حلم ولا مش حلم؟ يو صوت رش هذا حبيبي. يو ديلن ايش؟ مين ديلن بعد؟ يا الهي ديلن شو ديلن؟ اوكي في صوت غريب، هذا ورع.
اوكي يبا كنت حاش انه حلم. هذا الكابوس مجددا ديلن. شو ديلن؟ مين هذا؟ يمكن اخوها ولا شيء الصغير. اوكي وات تقول انه تسمع صوت في الغرفة. وات وش بعد؟ ما اتوقع انه في صوت. اوكي وات اقدر احرك المراية. اوكي حرك ال وات يا عيال شو طلع؟ او ماي جاد اقسم بالله شابني ما كنت تعرف لما قلت اتوقعت كذا كاميرا قلت كذا صدفه طلع فعلا ورا هذا كاميرا. هل كان يصورني وانا يا شاطر؟ يبدو ان واحد منهم اخذ الشريط. الموتيل صاحب الموتيل هذا المريض اكيد اقتحم لما كنت نايم. لازم اواجهه واخذ الكاسيت مره ثانيه واخذ الكاسيت يعني. يلا 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 الحين بنواجهه مواجهه الشرسه. طلع الشكل يا ريال عارفين قلت كذا مزحه وطلعت صدق. انا فعليا هذا زبال يعني. انا صراحه مش مستغرب من من من, من صوته من كلامه من شكله من اسمه كل شيء يوحي ان هذا زبال. انت مستر شايني ابغاك تجي الان. هذا شاب اتوقع تلف ويجي كذا فجأة صح؟ هذا كيف يجي الحين؟ او واتس اقدر ادخل هنا؟ او واتس يو انقله يا عمي ما في رانا وي. جيب هذا جيب في اتش اس تيبس اتوقع هذا. اوكي شكل هالاشياء حلو شاب اني مغبش. اوكي يمكن في الدرج جوا يا شباب ولا شيء. عمي شوف هالوسخ هذا طلع الشكل يا ريال ولا يمكن. اوكي عطى الشريط يبدو انه هنا في في اتش اس. اوكي يا عيال يب كان فعلا يعني يصور الزبالة. شوف شوف انه مرة مغبش فما يبين اي شيء يا ريال. ولا صبر هذول كانوا ناس ثانيين. شوف الحيوان انا موجودة في هذا. ايش اللي ما انت اللي وات تريدونك؟ اكتشفت الشر حقك يا مريض. راح اتصل في الشرطة وراح تتعفن في السجن. الشرطة؟ ما اتوقع. شوف صوت يا عمي. اوكي. راح تبقين علاقة هنا لين ما انا افكر ايش اسوي فيك. مان اوكي شاب الواضح ان الحين علقنا. يب مقفل. شيء طبيعي. طب اتوقع شباب اقدر اهرب من هنا ولا لكن ما اقدر اوصله. طب حرك كل هذا ولا هنا في دريشه ثانيه. اوكي ولا ايوه سوي شيء شيء بعدين شيء. اوكي الحين اقدر اطلع. اطلعي نعم بس يا حبيبي الحين هذا يعني معصب. يا ضي ما اتوقع اني راح اعيش بسلام. اوكي لازم اروح لغرفتي واشيل الحقيبه وانقلع بالرغم ان نفسه ما في اي شيء مهم هناك اقدر اطلع بدونه. طيب ليش لازم نروح للحقيبه يعني؟ ولا هذا هذا صبر الحمار يحسبني ما مشرت صح؟ ايش هذا؟ وين جه؟ ولا هذا كان يبي يخطف؟ والله شباب خلونا بسرعه نروح لهذا ونتوقع جمب سكير في اي لحظه، اوكي؟ انا مستعد! انا مستعد! اوكي شباب في صوت. واو الو! ها؟ ايه؟ مستر شا وات توقعت شو اسمه؟ هو نفسه! لازم اطلع من هنا الان يا ساتر! حلو انه مات. خلوه ينقلع. خلوه يولي. اتوقع شباب هذا راعي الفان هو نفسه القاتل. طلع في قاتل ثاني. توقعت انه حبيبي يا رب ما يصير شيء يا رب ما يصير شيء يا رب ما يصير شيء. طب كيف اطلع انا؟ ما في الا الباص بس. في صوت. الو؟ لا ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ الو وات ذا فيك؟ ايش هذا؟ يا ساتر على طول مت يا ريال. طلع هذا وشكله يا عمي شوف كيف الصبر الحين. هذه تكمل هذه ولا مت انا ولا ايش؟ غريب شوف كيف قاعد يسحب. يا الهي يا ريال شو هذا؟ يسحب من شعره. ولكن اوكي الحين بيختطفني لما ادري وين للمزرعه اتوقع. خلونا نشوف ايش يصير يا شباب. بس حلو شباب ان مستر شايني مات استحقها يستاهل. ديدلي ناتس يا حبيبي هذه كانت البدايه. طبعا صح شباب اللعبه ممكن تكون طويله ف جلسة واحدة. اوكي شو اسمه بيت القاتل يا حبيبي حبسني في بيته. ليه لا تقول لي حستكشف كل هذا البيت يا اخي حس مشوار نوعا ما. واهم شيء اهم شيء ما يكون وراي ما يقعد يلاحقني يزعجني. شكله شاف فيها الغاز كثيرة هنا بس باذن الله قادرين. اوكي يلا شباب جينا في اللعبة ولا الاحظ. اوكي وات قاعد اسحب الحبل هذا كمان اطلع يا كارل. دو ات ايوه قطعت حلو. عمي هذا ما اشوف ولا شيء يا ريال. ايوه فلاش لايت سوي اكويب يا سلام هذا اللي نبغاه. حبيبي الحين بقعد استكشف كذا صح؟ اين انا؟ انت في مأزق يا كارول. لازم اطلع من هنا يب كلنا لازم نطلع من هنا يا حبيبي. ايش هذا؟ الوضع مريب يا اخي والله مشكلة. ما المشكلة يا اخي شوفوا الخوف راح يقل لما تعرف صوت الجمب سكير حقه وهذا شيء حقيقي مو بجالس امزح. اوكي يلا شباب هذا في رقم حق الباد لوك لازم نعرف. اتوقع لازم اروح فوق. اوكي يلا تقدر تتخبى تحت الطاولات الاسره ومن هالكلام. يا يا يا. اوكي مقفل جي جي. وات ذا في حد.
في حد جاي. صبر، هي قالت اني اقدر او وطف اتخبى فين؟ ما في اللي هنا شباب اتخبى. اوكي حلو، توقعها المكان، مكان الاختباء الصح. ايوه وطف سوتر الغبي هذا ما يعرف ان الباب انفتح اصلا. طبيعي انك مفروض تشيك على الدولاب، لكن هاي الاشرار في العاب الرعب ما يشيكون على الاماكن. اوكي يلا شباب اتوقع ان خلاص وقت اني اطلع. اوه نايس شباب، اسمعه ابغى اشوف الشباب ايش بيصير لو مسكني بس. قديم يا اخي طفي هذا الشيء. اوكي انا في بشري طبيعي، نات ايفن سبرايسد. والله احس بزعجني ازعاج مو طبيعي يا اخي. يلا تعالي الزبال. اوكي شباب جاي. والله اوكي شاب طلع مو مره مزعج، وهذا شيء مره كول طبعا. والله صوته مره غريب يا اخي. طب تكومبو عليهم اختيارات اصوات عجيبه. والله حلو شاب انه هذه سريعه. تم سريع حبيبي نعطيها كويش. يلا اوكي للاسف يا اخي الحركه هذه صارت ما تضبط. يا ساتر وين رايح انا؟ وين يا سلامات بعد يلحقني هالخاره. اوكي باندج نايس، بس بعد هذا اخضر. والله ما ادري شباب بس انه ارحم من نان ماسكر، والكل يعرف هذا الشيء. اوكي رست ريموفر يا شباب، اخذت شيء اتوقع يستعمل في الفالف لانها كانت تقول رستي. ايوه هذه الحركه شباب، اقدر ارمي شيء يا شباب. اوكي يمكن ارمي هنا. اوكي لا ما اتوقع، بس لو في ماي ولا اي شيء يعني ينفع. اوكي وات تقول ما تقدر تشيل اكثر من شيء. وات ايش هذا المسخره؟ ليه يا اخي هذا جاي. اوه يا الله او ماي جاد يا اخي صوته، والله يا اخي صوته غريب، والله صوته مره غريب. اوكي يلا شباب راح اسوي كذا، يوز على هذا. يب كنت حاس انه يوز على هذا. والان درست. اوكي لا زال هذا موجود. صور هذا خوف يجي، خوف يسمع هذا يا عمي. اوكي يلا اتوقع انا اقدر. ايوه مشيته. طب ليش امشيه يعني؟ والله ما ادري شاب، هو يمكن عشان هذا. ايش هذا بعد؟ يا ليل يا اخي خلاص ازعجتني يا اخي. وات هاي انا مشيت ترى. يب شكرا. اوكي لقيت الساعه لسبب ما ادري الصراحه كيف تستعمل ساعه هنا. اوكي اتوقع استعمل هذا هنا بعد. ايوه عشان اشيل هذا الرست ما ادري ايش. يا اخي ليه ما ينشال على طول؟ واو يلعن اسمه. او ماي جاد ايش هذا؟ وات ذا هيل مان يا اخي ايش المريض هذا؟ او ماي جاد اتخبي يا مريض. لا 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 يا اخي ايش هذا يا اخي؟ وات ذا هيل يا مين يا شاطر انا ويني انا؟ اوكي الحمد لله تخبيت. شكله فاجئني يا عمي. يا اخي شاب والله الوضع يطفش صراحه. يا اخي هذا من اول مكمبر عند الدرج. شوف 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 اتوقع اني بلقاه كذا في اي مكان. اما القلم يا برا وات ايه وبهذا المفروض خلاص روح. اوكي احتاج مفتاح. يا اخي العب بابت كومبو جلطه. اوكي شاب هنا تقول اقدر اخلي هذا الشايكو يكسر الباب شيء كذا، فاتوقع استعمل هذا ارميه واتخبى على طول. يا حبيبي يلا 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 اتخبى يا بوي. بيجي عيال خلونا نشوف ايش يصير. يا شباب بيدخل كذا بيكسر الباب على طول. يب يا اخي صوت خير يا عمي. يلا شباب خلينا ننتظر متى ينزل. اوكي يلا شباب نشوف ايش اللي موجود في هذه الغرفه. اوكي في فتحه اقدر يعني اشيله شيء كذا. طب اوه في مفتاح، في مفتاح حق هذاك القفل صح؟ عمر وات ايش هذا؟ وات ايش السالفه؟ انا حاسس ان المكان تغير يا عمي. يبوا وات فروه ايش السالفه؟ هذا حلم ولا ايش؟ اوكي دلن مره ثانيه دلن انتظر ايش السالفه يا هو. اوكي او ماي جاد على طول رسبني هنا. ما الذي يحدث الي؟ والله ما ادري السالفه. يلا على الاقل رسبني هنا بسرعه استخدم المفتاح بسرعه يا بنت. اوكي حلو يا رب اقدر ادخل بسلام. اوكي وات ذا اذا ما تحركت اعتقد راح اكون بامان هنا. يا رب ما يشوفني يا عمي. هذا شو هذا؟ كروبار؟ اتوقع الكروبار يستعمل حق هذاك الخشب صح؟ اوكي شوف في بعد حبل. يا اخي انا الدم حقي احمر. قطعني تسطيح هذا. يا عمي خلاص طفش ابوي هذا. نفتح على هذا ونروح على البتاع. اوكي هذا البورد. يلا بسرعه بسرعه بسرعه. سريع يا بنت. استهبل بعد اكين. بسرعه بسرعه بسرعه. الدم زيرو. ليش اسمع صوته؟ وات؟ لن يكون سمع. هذا ايش بعد؟ مذكرة في مدري جهاز العاب. هذا حبيبي ما اقدر اقرا كذا. اقدر اسيف اللعبة. ليتس جو يا حبيبي سيف دام كذا. لا دام في سيف
انا الحين مرتاح. وتعال لي يا حبيبي دورني دورني يا اخي. من اول خايف على هذا الهلف الاحمر. بس اوكي شباب انا ابغى اروح فوق عشان الفتحه اللي فوق. اوكي ابغى استعمل الكروبار عليه اكيد اكيد ينفع. السؤال هذا وين اتوقع؟ فوق يا عيال. بس يا حبيبي انا شيفت يا ريال. شيح اوكي سوى 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 خلني خلني استعمل هذا. والله طعني طعن يا ريال. هذا يا شباب ما اهتميت، انا سيفته خلاص عادي ما اهتم. والله ما تدرون قد ايش مرتاح لما سويته يا اخي. هذا اقسم بالله طفش لي يا عمي. انقلع يا عمي يا اخي. بروح الغرفه يا اخي لان في باندج. ما اهتم ما اهتم ترى ما اهتم ترى ما اهتم. اوكي شت ضيعت الباندج. هذا ايش اللي I can't carry more objects يا اخي. هذا ليش يكبر فوق يا عيال؟ ايش وضع هذا؟ يا الله يا اخي والله نكره اللي يكبرون يا اخي. اكره اللي يكبرون. خلني خلني اتخبى يا اخي خلني اختار. او ماي جاد وقف يا لين. هالمريض هذا مريض مريض. عش نبغى مستر شايني هذاك ولا هذا. وا دود كيف شافني يا اخي؟ هذا والله في مسخره يا عمي يا عمي. هذا والله في مسخره يا عيال. هذا كيف يشوف اصلا؟ عنده عين ورا يعني ولا ايش؟ والله ما ادري شاب برايه لكن امشي خلاص. وصلت المكان اللي ابغاه عند هذه الفتحه المخيسه هذه. ويلا الحين استعمل كروبار هنا. ايوه حلو نفع. ايوه ايش بعد؟ ايش هذا؟ لعبه ونوته. بس طبعا ما اقدر اسوي اي شيء، لازم اطيح بعض الاغراض يا اخي. عس هذا ما راح استعمله. ويلا ايش هذا؟ لعبه وات؟ كان في جيم كونسول اول. خلونا زين نشوف هذا النوت ايش. اوكي وات الكود حق هذاك القفل في المدري وين هو نفس السكور حقه في هذيك اللعبه، بالرغم اني انا ما اتذكره. لازم اجيب اكثر من 6000 عشان اتذكر، يعني شكله 6000 وشيء ولا 7000، يعني فوق ال 6000 اذا كذا. اوكي بس هذا جاي والان انا ميت. اوكي الحمد لله على اخر ثانيه. يلا استعملت الباندج. اوكي يا اخي ابى استعمل اللعبه هذه شاب على هذاك الكونسول. بس السؤال هنا كيف انزل؟ غير اني ادرعم. يا 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 مريض. ليتس جو يا حبيبي. وات؟ اوكي الحمد لله ما يعرف. اوكي يا اخي لازم بطاريه. يا اخي على الاقل ما اقدر احط اللعبه داخل هنا. اوكي حلو اتوقع سويته، لكن يحتاج بطاريه، وانا اتوقع عارف كيف اجيب البطاريه من الراديو هذاك. لكن المشكله شو؟ المشكله انه يحتاج رنش اتوقع، والرنش بعد شفته هذا هو، لكن في نار. يا عمي افت افت. يا اخي انا بعد في بايب اقدر استعمله عن طريق شيء، اتوقع شاب الحبل يستعمل حق الول. وات في هنا وات؟ اقدر لا 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 وات سويت شيء؟ سويت شيء يا عيال؟ والله ما ادري سويت لكن سويت شيء. تكفى اقول اني علقت القاتل ولا شيء بالغلط. وات يا اخي والله الوضع غريب غريب الوضع يا اخي. متى خافتك من هذه اللعبه؟ مش قادر اتحرك بريحيه. اوكي يا شباب انا دائما استغل سالفه انه فوق. بس وات دف قدرت افتح الثلاجه وفي سكين متجمد اتوقع يستعمل على النار صح؟ بون فاير. يلا ها استعمله. ايوه ليتس جو يا حبيبي. يلا الحين اتوقع اقدر اخذ او اعطيني السكين عادي كذا. اي ما اتوقع ان هذه الخطه. يا ليل يا اقسم بالله الوضع يطفش يا عمي. ايش الملعنه يا عمي؟ يو نو وات انقلع 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 يا زباله يا كلب. يلا الحين دمي صار احمر. جي جي اوكي حلو شوب قطعت هذا السفنج اتوقع ولا اللي هو ابو بعدين اتوقع اني استعمله هنا ولا شيء صح؟ ايوه حلو استعملته هنا. ايوه طلع صوت عالي. يهو اوكي الحين يعني احتاج اعبيه وكان في سطل تحت. يا الله الحين لازم انزل تحت بعد وارجع يا اخي ايش المرض هذا؟ يلا شباب الحين ممكن في اي وقت القاه في وجهي. يا 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 ايش تبي؟ انزل صبر يا اخي انا سويت. ايوه هنا في شيء. يا مفتاح وطف. على الاقل اهم شيء اسيف يا عمي. باقي لي بس خلاص اخر محاوله. فتعرف ايش؟ دام اني سيفت يا ريال اركض ركض. جيب هذا الدلو يا شاطر. يا عمي ليه وين ليه ما تبي تطاردني هالغبي هذا؟ ليه ماي كانت بليف ات سويت ها؟ عبي يا ريال بس وطف قاعد يليك. اوكي في شيء في الباء يمكن لازم اكبه هنا صح؟ لانه قاعد يليك هذا ما اتوقع في وقت. ولا اتوقع يا عمي عبي امه وحاول تسوي كريستيانو رونالدو اقوى طريقه ممكنه. سي سي يا مدير سي سي يا مدير سي. يلا 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 سويت ها؟ المفروض اختفى. اوكي اوكي حلو خذ الرنش. يا الله ما اقدر اخذ شيء. لا
سيف سيفت هذا امشي يا شباب. احس انه خلاص قربنا نخلص يعني مفروض. اوكي شباب يا خالد النوت هي وهقتني الصراحه، كنت اقدر اخذ الرنش لكن بسبب النوت هذه ما قدرت اخذها، والحلو ان هذا الاهبل راح فوق فعطني الرنش. حلو استعمل الرنش على هذا الشيء. اوكي ما اقدر استعمله، اقدر استعمله على البايب بس هذا فوق. اخي يا اخي انقلع اجل نقاب منك شو يعني اتعشب من نقاب منك. اوكي ديدي يا اخي ما اهتم له صراحه شاب، راح احاول لين ما تضبط. معلش بسو بسو هذا وين؟ والله العظيم خر عليه قدام وجهي يا عمي. ايش يسوي هنا في المكان اللي ابغاه بالضبط؟ او ماي جاد يا اخي الحين ما اقدر اسيف مره ثانيه خلاص اتس اوفر. على طول يعطيني ون شوت، اعطاني يور ان اكسبرت ات داينج. والله انت هذا يا عمي انت مش انا، لعبتكم مش انا يا عمي. ايش هذا يا اخي؟ انت كيف تشوف يا اخي؟ يا عمي ايش الوهقه؟ والله وهقه مو طبيعيه. ضربه واحده واموت حرفيا. اوكي يلا وصلنا عند السينك بسرعه بسرعه بسرعه. يلا استعمل هذا. ايوه طلعها تمام. اوكي يلا يلا يا اخي بسرعه يا اخي، ايش هذا تطول؟ القاتل بيجي. لعن والله الحمد لله اني عارف المكان. طعم الصوت العالي يا ريال. بس يلا على الفاضي وصل هنا، ما حد موجود يا البقره. اوكي وات في درهم، بطيح الكروبار وباخذ هالدرهم، شو فائدته بعد؟ لا تستعمل هذا كسكرو درايفر، يعني الحين انزل عشان الراديو. يا اخي اتوقع قربنا نخلص، بس انا طول الوقت ون شوت يا اخي ما ينفع كذا، قاعد العب هارد مود حرفيا. واو واو والله ما ابغى اموت يا اخي، ما ابغى اموت يا اخي، ما ابغى اموت والله يا اخي. يقطع ام السيناريو البيض هذا، انا عارفين عالق فوق، عالق ما اقدر انزل. يا رب ما يطلع لي هنا. الو وي يا عيال كيف قدرت انزل؟ اوه ماي جاد والله شاب حركت الحب، انتظر يطلع فوق وخلاص راح اسوي اللي ابغاه. اوكي يلا شاب هذا طلع فوق، سريع 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 على الراديو، استعمل بسرعة بسرعة بليز بسرعة، ما اقدر ناخر. بسرعة خذي البطارية. والله سمعت صوته. اوه ماي جاد الحمد لله. انقلب بس انقلب. اوكي شباب اتوقع انه راح فوق. طبعا ما بس تقدر تشيل بطارية واحدة. بيجي 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 بيجي. وضعه هذا يا اخي ايش وضعه؟ اوكي يلا شباب يلا 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 يلا. بطارية ثانية ها؟ او الأولى هذه بالأصح. لا راح ألعبها مرة سيف، لأن ضرب واحدة أموت وأرجع مليون خطوة. أخي السيناريو انحطيت فيه حرفيا. الثانية. الله يلا. بطارية أخيرة شليته حلو. بعدها يا أخي لازم ألعب، بس أنا أبغى أروح تحت أول شيء، أبغى أضمن نفسي. باقي بس نلعب هذه اللعبة. اوكي أحتاج مكان آمن عشان ألعب. السيف رو وات توني كنت فيه. الحمد لله ما جاني. اوكي يلا يوز. الصوت عالي انزين عادي يعني. يا حبيبي يا اخ والله ما ابغى اموت يا عيال. طب ايش هذا بعده؟ انا دايم شو اللعبه هذه؟ طب الحين هذا قال لي لازم اجيب اكثر من 6000 عشان اعرف الكود. ما تحس انه تو ماتش هذا يا ابو شاب ولا؟ والله شاب انا خوفي يجيني هذا فجاه يا اخي، احس ان الصوت ينسمع ولا عادي يعني؟ والله شاب ما ادري بس يلا شاب نجيب السكور العالي. انا خوفي لو خسرت في هذه اللعبه يصير شيء يا عيال ما ادري ليش، يطلع ازعاج ولا شيء. الو دود اوكي لا ما طلع ازعاج صح؟ يتهيالي يتهيالي. والله يا اخي متى نوصل 6000 ونفتك؟ متى نفتك من هذه؟ متى نوصل للنهايه؟ هذا اللي ابغى اعرفه. يلا شباب قربنا نوصل 6000، باقي اتوقع اخر واحد. اوه بطني. يلا وصلنا 6000 بس لا اتوقع اكثر لازم صح؟ قال 6000 وفوق. يلا يلا اتوقع بعد هذا صح ولا؟ لا لا مش بعد هذا. يهو قربت اخسر اي دود، قربت اخسر يا حبيبي. ولا اتوقع المفروض اخسر صح؟ بس يلا بكمل العب لين ما اشوف اخر شيء كم اقدر اوصل. يا عمي خلاص الين متى؟ اتوقع المفروض اخسر. اوكي ايوه ما شفت هذا. وات والله كان سريع يا اخي. اتوقع يصير كذا عادي لو اخسر يعني. اوكي يلا انا مستعد. يلا يلا باستد. حلو شباب صورت اكثر من كود، لكن الحين الاهم انه نروح تحت، هذا اهم شيء. اوكي يلا شباب الهطف راح تحت. It's my time to shine. It's my time to shine يا حبيبي. اوكي يلا شباب الو حلو صبر وات صفر بسرعه 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 بوي بسرعه. اوكي اصبر اتوقع هذه شباب 8 صح ابو 8 8 1 6 ايوه حلو. اوكي ما عندي اي هذا يا حبيبي، نطي مش لازم حبل ولا شيء. ان شاء الله يذكرني بهذيك لعبه كان يوبول ابدكشن، بس عموما ارجوك النهايه. اوكي بروك الليج، مين يهتم بروك الليج؟ اهم شيء عايشين. ها؟ ايش صار؟
شوف الحبل هذا كان مقطوع اصلا ما اقدر اخذه. لا ايش صار؟ لا تقول لي ما جبت نهايه حلوه. اوكي جي جي وانس ابون ا تايم. ايش صار بعده؟ شكل هذه قصه ديلن صح ولا؟ خلونا نشوف يا عيال ندخل. اوكي مقفل المفتاح لازم يكون هنا. يلا هذا هو المفتاح. يا اخي هذه مفتاح ايش فيك انت يا؟ خلونا ندخل يا شباب نشوف. ايوه اسمع صوت طفل يصيح. دود وين الطفل اللي يصيح هذا؟ اوكي مقفل هذا. يوهو كل مكان كل شيء مقفل. كيف كل شيء مقفل؟ يا مو قادر اسوي اي شيء. اوكي هنا كان في مفتاح. اوكي يلا اتوقع شباب استعمله هنا. اوكي هذا ما يروح هنا يعني يروح هنا صح؟ قالوا وات فيه ايش هذا؟ مام الام لماذا فعلتي هذا؟ طع صوت يا عمي مو صوت كان رجال مدري كيف. شو صار فيه؟ قالت ليش سويتي هذا الشيء؟ كان عندي كل شيء لكنك ضعيفه. لما جيتي للغرفه كنت تبكين وتبكين ما قدرت تتمين صامته. حبيبي وش السالفه؟ كيف ام صوتك كذا وليش قاعده تسب نفس كذا؟ بس اوكي هذا ديلن. اوكي اخذنا ديلن. يمكن يا شباب يمكن ديلن هو القاتل ولا؟ اي نو يو اعرفك. الو اوكي شو السالفه؟ هذه سوزن عندها فلات تاير. التاير حقه اخترب كذا. يمكن حد في المنطقه راح يخليني اتصل على حد. يا لها من ليله. اول احنا نلعب في سوزن. تخيلوا في تكمله صدقوني ما كمل. بس اوكي هنا في فلاش لايت. والله يا اخي اشكالهم غريبه يا اخي. طب اوكي ما اتوقع ان هذا شيء جيد يا سوزن. تمشي هنا يا اخي بالله عليكم. يا اخي ليش لازم الجمب سكير الاخير؟ يا عاده بوبيت كومبو لازم على النهايه يكون في جمب سكير. ولكن يا شباب اتوقع اني اروح هنا هالجهه ولا صبر. هل انا رايح لمكان الذا مكان القاتل بالصدفه يعني؟ اي هاف نو ايديا يا شباب. بس يلا خلونا نكمل. الاهم انه خلاص طلعنا من بيت القاتل وسوينا كل الالغاز وحرفيا ضربه واحده ونموت ومع ذلك سويناها. يعني شخص اسطوره نفسي ما توقعت تلقونه بسهوله. يلا شباب جالس اتمشى من اول. الو هذا الفان. هذا هو نفس البيت اذا كذا. ياب كان كلامي صح. يلا هلا ندق الباب مقفل. طب دق الباب يعني طبيعي انه مقفل. والله صبر يمكن انا الحين انقذ هذه مين؟ انقذ كارول صح؟ ايوه اسمع صوت. اعتقد ان في حد هذا لازم انزل. يا حبيبي بعد اللعبه ما انتهت يعني شو؟ بس اكيد باقي شويه وخلاص. بس احتاج اشيل هذا الشيء عشان انزل. اوكي هنا عصا اقدر اشيل بعصا يعني يمكن. قدرنا. اوكي بهذه الطريقه. طيب يلا الحين نسوي كذا، يشيل هذا الشيء ويشيل هذا الشيء. وعشت الويكم. الو ايوه انا متاكد ان في حد هناك. احتاج شيء عشان انزل نفس حبل صح ولا لا؟ اوكي في سلم هنا. والله حلو انه في سلم يا شباب. لم يتبقى الى الخطوات الاخيره فنسوي شيء وننزل. يلا ايوه يا حبيبي شوف كيف التانل يا ريال. هنا في فار ممكن تساعدني يا الفار ولا صعبه؟ اتوقع صعبه يا شباب. يا اخي المكان ذكرني بستي اوت اوف ذا هاوس. مع شباب اللعبه لعبتها لكن للاسف التصوير بعص عليه كل شيء. للاسف مش موجود هالفيديو مع انه والله اشياء حلوه صارت لكن الحمد لله على كل حال. وات ذا فك؟ وات؟ شوف الزبط طلع فعلا الفار بيساعدني. او لا صبر انا ليش سبيته بالعكس. اوكي يلا اتوقع مقفل نستعمله هنا. ايوه هذه يا كارول يا عيال. بس يلا خلاص النهايه نشوف وش يصير. طبعا ما اتوقع اني اقدر اعرض هذا الشيء يا شباب عرفتوا كيف؟ فخلونا نشوف يا شباب الجمب سكير النهائي. يلا انتظره. اوكي عندما كنت طفله. ايوه وطف الحين قاعد تقول لي القصه. هذا ديلن صح؟ ايوه يا والله شكله مضحك. اوكي اذا امي شافتك تقعد تلون راح تحبسك مره ثانيه في الدولاب. ايوه ساحب على الوضع. طب راح نعرف القصه كلها. وطف في حد يدق. اوكي كارول استعدي في اثنين راح يجون في نفس الوقت وراح اخذ كثير فلوس اليوم. طب ايش المقصد؟ اوكي لا تفكرين على البكاء هذه المره. ما اريد اسمع بكائك وصراخك. نحتاج فلوس. ما اهتم ما اريد اسويها. لحظه انا فاهم غلط ولا وش السالفه؟ اتمنى اني فاهم غلط. اوكي ما اهتمين في ايش اللي تريدينه. وطفا طلعت ام مخيشه هذه. اوكي استعدي انهم صبر ايش السالفه؟ هاي هل اخوك هنا؟ خبري يجي دود. انا توقعت ان الام هي اللي هذا. اقوله طلع احنا اطفال زين. اوكي لازم تطلعين. سمعتي امي. اوكي يا اختي ليش هذول يجون للغرفه؟ هل هم اصدقائك؟
لا. إنهم ليسوا أصدقائي. هل هم أصدقاء أمي؟ لا أعرف. لكن أمي تجعلني ألعب معاهم ألعاب ما أحبها. إنهم يؤذوني. أوه يا عيال الوضع أعمق من اللي توقعته. إذا لماذا لا تخبرين أمك إنك يعني ها ما تريدين تلعبين معاهم؟ خبرتها. لكنها تجبرني ألعب. أكره أمي. أتمنى أنها تموت. أوكي. أساطير. وات؟ الحين كل شيء صار منطقي. ليش هالمكان كله احترق؟ هي اكيد اللي سوت هالشيء صح؟ اوكي ايش صار فيه؟ ليش انا كذا صعلوك؟ اوكي دكتور هل تعتقد ان الطفل راح يرجع؟ ممكن بالرغم من يعني ها عانى من احتراق جدا قوي خصوصا على وجهه بسبب انه يعني شم الدخان. رئته راح تتدمج لمدى الحياه ويمكن حتى يعني ها يكون عنده ارتجاج في المخ الدائم. شخص يعني مسكين. ممكن اعرف كيف هو انتهى بهذا المطاف؟ بيت احترق بينما كل واحد كان نايم، فقط هو واخته اللي قدروا يعيشون. طب ماذا عن الفتاه؟ انها تمام بدون اي احتراق. لما جينا هنا لقيناها برا البيت اصلا ما نعرف لماذا. هي شكلها اللي ولعت بس هي صغيره كيف تعرف هالشيء؟ بس ممكن سوت هالشيء وهالشيء ما يعني يعني ما الومها يعني. ايش هذا الخياس اللي تسوي له الام هذا؟ لا فعليا اللي تسوي له الام خياس مره، خياس وقذاره وشيء لا يدخل العقل. من الان هذا يعني راح يكون بيتكم الجديد. خبر هذا بيت القاتل يا عيال. ديلن هو القاتل. او ماي جاد مان. عندكم الكثير من المساحه انكم تتجرون فيها ما ادري ايش. صبر وات دقوا على الباب عشان تقابلون مستر ميلر، انه شخص جيد راح يهتم فيكم. صور مستر ميلر هو القاتل ولا ديلن؟ شكله مستر ميلر صح. انا توقعت ديلن يا عمي ما بس ما كيف تتوقع ده هو صغير بيكون باين عليه صغير بس. اوكي ايش السالفه؟ هذا لابس قناع. وات هذا قناع القاتل هو الحين ولا I'm confused AF. ما ادري مستر ميلر القاتل، ديلن القاتل، وش صاير؟ ايوه هذه التكمله. اوه شيت. اوكي هل انت بخير؟ انتظري اعرفك. هل انت الفتاه اللي تركتيني في الموتيل؟ لازم اطلع من هنا. ماذا حدث لك؟ شخص جاء للموتيل وقتل هذا، قتل مستر شايني هذاك. لما حاولت اهرب هذا المخيس دعسني بالشاحنه. لما استيقظت لاحظت اني مربوطه في القبو. حاولت اني اطلع من هنا. ايوه كل شيء يعني قاعد يدور. انت معبى دم. هل انت انضريتي؟ اعتقد حلو شاب انه مبكسل يعني فمش مره ما يبين. عرفت كيف؟ لازم نهرب قبل ما يرجع. تقدرين تمشين؟ اعتقد في شيء مكسور لكن ما راح اموت في هذا المكان. هذا اللي كنت ابغى اسمعه. اعرف كيف اطلع من هذا المكان. الحقيني. لكن السؤال هنا هل القاتل راح يخليهم كذا؟ وطف انا اتحرك يا حبيبي. يا اخي ليش بعتني العب يا اخي؟ خلاص ضفتك يا عمي. او ماي جاد. بس تصدقوا ايش؟ حلو ان هذه موجوده. يلا ليد ذا واي يا سوزن. قاتل ممكن يجي في اي لحظه وراح يعطينا جمب سكير انا وياكي وراح نبلعها وراح ننطعم. يلا وصلنا المخرج. انا المخرج. ليتس جو. اوكي كيف وصلتي لهنا؟ اوكي نسيت اللحظه. واحد من التواير يعني ها انفش وما عندي سبير. اضطريت اروح المزرعه عشان المساعد لكن سمعت الصراخ في هذا. يمكن نقدر نطلع من هنا يعني بشويه حتى مع التواير منفشه. ممكن نحاول. يب نحاول. يلا اوكي بعدنا نتحرك. اوكي يلا الحقيني. طب بسرعه بالله. وطف. اي سحبت علي هذا. اي تعال وطف. وراكي. اهلبي يا ساتر. الو او ماي جاد. يلا سوزن كنتي شخصة طيبة والحين دوري. ها يا باي ما اقدر اسوي شيء يا حبيبي. انتظر انا اعرفك. ترى اعرفك ولا خلاص. This is death. Come on man. يا عم شيل الاصوات الغريبة هذه. اوكي الو what the hell man. ايه بالقاتل مره سافج. مره سافج يا عيال.
يجي من؟ خلاص خلصنا وما أدري إذا شاب أقدر أنقذه ولا شيء، ما أعرف صراحة، يمكن في أكثر من نهاية، ولكن يمكن هذا هو النتيجة اللي سببتها هي البنت هذه لما حرقت البيت وحرقت معاه ديلن، وديلن عصب وصار قاتل، يبى يصير ريفنجر منتقم، وفعلا سواها. ولا يمكن يكون غلطان، يمكن مستر ميلر هو القاتل، صراحة ما أدري، لكن عجبتني القصة نوعا ما، خصوصا بعد ما طلعنا من هذا البيت. It was good. Oh, you did not call 911. أنت أخذت النهاية السيئة. أوكي طلع كلامي صح، في نهايتين أو في أكثر من نهاية يعني. صدقوا شاب، دام جبنا النهاية السيئة خلونا نشوف النهاية الجيدة. ما راح ألعب طبعا. أوكي شاب، هذه النهاية إنهم قدروا يدخلون الفان. ما أدري الصراحة. مكتوب هنا يعني get the van key. مفتاح الفان. يعني تسرق سيارة القاتل نفسه. هل راح يخليها تعدي ولا لا؟ أوكي جالسين يمشون وات سحبوا عليه يا ريال فعلا. ولكن أوكي بعد 3 ساعات. أوكي يا شاطر تقولي طاردهم ولا شيء. ولا لا هذا مين بالضبط؟ ألو مين هذا؟ I really have no idea. هذا مستر شايني. ما اتوقع مستر شايني. مستر الو رحت فيها. هذا شخص يبي يقدم مساعده لكن مات. طب هذا تتصل على الشرطه وتاخذ الفان كي بعد. اوكي شباب لاحظ ان جو الشرطه. الو حتى بعد تلعب في الشرطي يعني بعد تطلع سلاحك. هذا عشان خلاص تقتله قتل تنهيه بس. ايوه دام يا ريال طلقه واحده ومات. اوكي انه انتهى. يا لها من كابوس. بدون اي شك هذا هو القاتل، انه عملاق ومخيش كل معبه دم. لازم يشيك على المنطقه، يمكن البنات موجودين. ايوه اوكي لقاهم. هنا الشرطه اخيرا انقذتنا. اوكي بعد الحين ها في تكمله يا حبيبي. كيف تشعرون؟ انا افضل يعني، شكرا عشانكم طلعتونا من هنا. اوكي شباب كالعاده لما كانوا يبون ياخذون جثته اكتشفوا انها مش موجوده. ليش دائما كذا يا اخي؟ دا حرفيا دائما كذا. اوكي شباب صراحه الفيديو طويل نوعا ما، وفي كم نهايه بس كذا تغير الحوارات وخلاص. صراحه جزئيه البيت ما حبيتها كثير لانه يزعجني بشكل مو طبيعي، لكن القصه كانت نوعا ما حلوه. وين وصلنا هالفيديو؟ اتمنى اعجبكم، لشوا لايك والى اللقاء.